بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثالث من الشابتر الرابع، ريسك مانجمنت، تمام، اللي هو إدارة المخاطر. احنا قلنا هذا الشابتر بيحكي عن الإدارة، عن المانجمنت. في هنا الريسك، المخاطر. إيش المخاطر اللي بدها تكون على المشروع، على تغيير الإدارة، على الستاف، على الهاردوير، على المتطلبات، على المواصفات، على كل شيء. هنا بدنا نحكي عن المخاطر اللي بدها تصير في المشروع. طيب، ريسك مانجمنت is concerned with identifying risks and drawing up plans to minimize their effect on a project. يعني تهتم إدارة المخاطر بتحديد المخاطر، identifying risk، تحديد المخاطر، ووضع الخطط لتقليل تأثيرها، minimize their effect on a project، على المشروع. تمام؟ A risk is probably that the same adverse circumstance will occur. يعني الخطر هو احتمال حدوث بعض الظروف المعاكسة. طيب، projects risks affect schedule and resources. مخاطر المشروع تؤثر على الجدول الزمني أو الموارد. product risk affect the quality of them and or performance of the software being developed. مخاطر المنتجات تؤثر على جودة أو أداء البرامج التي يتم تطويرها. Business risks affect the organization developing or procuring the software. يعني مخاطر العمل، business risks، تؤثر على مخاطر العمل على تطوير أو اللي هم شراء البرنامج. طيب، software risks، مخاطر البرمجيات. عندي كتير من الريسك على السوفتوير، وهنا وين بكون الريسك وين الوصفة تبعه. تمام، بدي اديكم بس اللي هو معلومات عن هذا الجدول. ستاف تيرن اوفر اللي هو انقلاب، او الستاف الموظفين. تيرن اوفر يعني هو مش انقلاب، تيرن اوفر يعني انت متى بدهم يروحوا. انقلاب يعني هنا يعني بيغادروا المشروع. Experienced staff will leave the project before it's finished. يعني سيغادر الموظفين ذوي الخبرة المشروع قبل انتهائه. لقوا مكان تاني، لقوا شغل تاني أحسن من المشروع وبغادر. تمام؟ هذا طبعا مخاطر على المشروع. Project. Management change، تغيير الإدارة، إدارة الشركة بأثر على البروجكت. There will be a change of organization management with a different priority. سيكون هناك تغيير في الإدارة التنظيمية مع أولويات مختلفة. Hardware and availability، عدم توفر الأجهزة المناسبة للمشروع. Hardware which is essential for the project will not be delivered on schedule. سيكون هناك لن يتم تسليم الأجهزة الضرورية للمشروع في الموعد المحدد. برضو بتأثر اللي هو البروجكت. requirement change، تغيير المتطلبات على المشروع وعلى المنتج. there will be a larger number of changes to requirements than anticipated. سيكون هناك عدد أكبر من التغييرات للمتطلبات في كما هو متوقع. specification delays، تأخير المواصفات على البروجكت. specifications of essential interfaces are not available on the schedule. يعني مواصفات الواجهات الأساسية غير متوفرة في الموعد المحدد. size estimation أو size under estimate. تمام، تقليل اللي هو الحجم ما قدرناهوش زي ما احنا افترضنا. يعني لا، يعني بدينا في المشروع حطينا له حجم معين، لقينا الحجم كبير أكبر ما توقعنا. تمام، the size of the system has been underestimated. لقد تم تقليل من حجم النظام. طيب، case tool
under performance. الكيس اللي هي computer aided software engineering اللي اخذناها شريناها من برا under performance، الاداء تبعها قليل او قليل او مش مناسب. ايش يعني case tools will support the product do not perform as anticipated. أدوات الكيس التي تدعم المشروع لا تؤدي أو لا تعمل كما هو متوقع. As anticipated. طيب تكنولوجيا change، تغيير التكنولوجيا. The underlying technology on the on which the system is built is superseded by new technology. التكنولوجيا الأساسية التي يبنى عليها النظام تحل محلها التكنولوجيا الجديدة. Product competition، منافسة المنتج. Competitive product is marketed before the system is completed. يعني أنا بدي أعمل مشروع ومشروعي لقيت مشروع تاني مناسب إله في مشروع، لقيت مشروع تاني والمشروع التاني بيشبهه، فإيش بدي أسمي؟ إيش بدي أعمل؟ يتم تسويق المنتج التنافسي قبل اكتمال النظام تبعنا. Risk management process عملية اللي هو إدارة المخاطر. Risk identification، Risk analysis، Risk planning، Risk monitoring. Identification تعريف المخاطر، Analysis تحليل المخاطر، Risk planning تخطيط المخاطر ومراقبة المخاطر. Identification يعني identifying project، product and business، تحديد مخاطر المشروع والمنتج واللي هو العلامة التجارية. Risk analysis assess the likelihood and consequences of these risks. ايش يعني؟ تقييم احتمالية ونتائج هذه المخاطر. طيب تحليلها، draw a plan to avoid or minimize the effect on the risk. وضع خطط للتجنب او تقليل اثار اللي هي المخاطر effects on the risk. طيب risk monitoring اللي هي المراقبة، monitor the risks throughout the project، رصد المخاطر في جميع أنحاء المشروع وهو ماشي. طب نشوف الرسمة تبعتها. risk identification، analysis، planning، monitoring. risk of potential risks، قائمة المخاطر المحتملة. prioritized risk list، قائمة المخاطر ذات الأولويات. لما بعمل تحليل بعمل اللي هو أولوية في مخاطر كبيرة في مخاطر قليلة. Risk avoidance and contingency plans، تجنب المخاطر وخطط الطوارئ. Risk assessment، تقييم اللي هي المخاطر. هذه اللي هي رتم. طيب واحد واحد بدنا نيجي عليهم، على ال identification وال analysis وال planning وال monitoring وبنخلص. Risk identification ايش بس بعمل؟ Technology risks، people risks، organizational risk، requirements risk، estimation risk. يعني مخاطر التكنولوجيا، مخاطر الناس، ومخاطر اللي هو المخاطر التنظيمية organizational في المنظمة يعني في المؤسسة، مخاطر المؤسساتية، مخاطر المتطلبات، ومخاطر التقدير. تمام. risks and risk types، هنا المخاطر وأنواعها. Technology، People، Organization، Tool، Requirements، Estimation. هذه اللي هي تعريف المخاطر. وال Possible Risks اللي هي المخاطر المحتملة. لما نكون في عند التكنولوجيا، إيش المخاطر المحتملة للتكنولوجيا؟ المخاطر المحتملة للناس، للمؤسسات، للتولز، وهكذا. تمام؟ Risk Analysis، تحليل المخاطر. Assess Probability and Seriousness of each Risk، يعني تقييم الاحتمال وخطورة كل خطر، قديش خطير. probability may be very low، low and moderate، high or very high. قد تكون الاحتمالية منخفضة جدا أو منخفضة أو متوسطة أو عالية أو عالية جدا. تمام. risk effects may be catastrophic، serious، terrible and insignificant. قد تكون آثار المخاطر effects، آثار المخاطر كارثية catastrophic أو serious أو خطيرة أو ترنبل يعني محتملة أو insignificant غير مهم. تمام.
risk planning تخطيط المشروع. consider each risk and develop a strategy to manage that risk. يعني النظر في كل مخاطر، كل خطر، ووضع استراتيجية لإدارة هذا الخطر. النظر فيه ووضع استراتيجية لإدارة الخطر. طيب avoidance strategies استراتيجيات التجنب. the probability that risk will arise is reduced. إيش يعني؟ يتم تقليل احتمال هذا الخطأ. minimization strategies استراتيجيات التقليل. the impact of the risk on the project or product will be reduced. سيتم تقليل تأثير المخاطر على المشروع أو المنتج. contingency plans خطة الطوارئ. if the risk arises contingency plans are plans to deal with that risk. إذا ظهرت المخاطر خطة الطوارئ هي خطط للتعامل مع هذا الخطر. طيب monitoring مراقبة. تمام، لما أنا بدي أراقب المخاطر assist each identify risk regularly to decide whether or not it is coming less or more probable. يعني بنقيم المخاطر التي يتم تحديدها بانتظام لتقدير ما إذا كان احتماله أقل خطورة أو أكثر احتمالا. also assist whether the effect of the risk have changed. تقييم أيضا إذا ما كانت آثار المخاطر قد تغيرت. each key risk should be discussed at management progress meeting. يجب مناقشة كل المخاطر الرئيسية في اجتماعات تقدم الإدارة. تمام؟ طيب هيك احنا بنكون خلصنا اللي هو key points، هذه النقاط الأساسية للمشروع، وبنكون خلصنا هيك الشابتر الرابع وخلصنا المحاضرة هاي، ونلتقي في الشابتر الخامس إن شاء الله في محاضرات قادمة. أنا بقول يديكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.